عودة إليكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثاني من استوديو رئاسية 2024 الذي نناقش فيه برامج المترشحين الثلاث الذين يتنافسون ويتسابقون على كرسي المرادية. تكلمنا في الجزء الأول عن الهدوء الذي اكتساه الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية. عملنا قراءة سطحية وعميقة أيضا في الخطابات في البرامج وحتى في الحضور واهتمام المواطن الجزائري. سنحاول أن نعرج في الجزء الثاني لهذا البرنامج عن القواسم المشتركة بين المترشحين الثلاث داخليا وحتى خارجيا. نجدد الترحاب دائما بضيوفي فاروق طيفور عن حمص، أهلا وسهلا. إسماعيل دبش عن الأفلان، أهلا وسهلا. والدكتور بكريف موسى عن حزب الأففاس، مرحبا مجددا. أهلا وسهلا. دكتور طيفور، أعود إليك لأبدأ معك النقاش في هذا الجزء الثاني. ربما قواسم مشتركة كبيرة بين المترشحين الثلاث على غرار القضايا العادلة، الصحراء الغربية، فلسطين، وحتى الاهتمام الداخلي كان موجود بين الوحدة الوطنية، العلاقات الخارجية للجزائر. هذه قواسم مشتركة بين المترشحين الثلاث، ما الذي يعنيه ذلك؟ لو سمحت لي يعني أعود فقط إلى النقاش اللي كان صاير بيناتنا، يعني ونحن في حوار تاع بناء، يعني هو لكي نناقش الحياة السياسية ونقول الحقائق للناس. احنا لما ترشحنا للانتخابات الرئاسية قيمنا الوضع ووجدنا اختلالات مسجلة على مستويات عديدة، أولها أن البلد إلى اليوم ما يزال ما عندوش رؤية استراتيجية. إلى اليوم عندنا برامج سنوية، جينا في قانون المالية ومخطط عمل الحكومة، ما كانش لا يوجد. سقسي أي واحد الآن يقول لك هل هناك رؤية؟ لكن خطرات نسيبوا باللي عندنا برنامج 2027، خطرات يعني ما عندكمش وزارة بركة دكتور ولا حقيقة؟ لا لا يعني ما عندكمش وزارة بركة؟ لا يوجد الرؤى درك تروح جوجل دير أي بلاد من البلاد المتطورة تقول له الرؤية تاعو 2040 2050 2000 كذا تجيبها لك واش راح يديروا بما فيها بعض الدول العربية. ماهيش إشكالية، بمعنى انه احنا قاعدين من اليوم الى اليوم، يعني ان صح التعبير، ما حد الان قاعدين نتكلموا على برامج سنويه نختلف فيها. اليوم نقول 2027، غدوا نقول 2024، ومن بعد في اخر مثلا جلسه للمصدرين قال عندنا 2030 سمعنا بها غير كان في 2030. يعني في نهايه تشعر على اننا في حاله تردد واضطراب، الوركو البلدان اللي تحوس تتصعد والبلدان اللي تحوس تتطور اول شيء عندها لا فيزيون وراي رايحه، هذه واحده. اثنين يعني الارقام في البلاد هذه، الارقام هذه غير 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 متناقضه. هذا بالنسبه لنا حاله عجز كبيره وكبيره جدا موجوده على مستوى ولابد ان نعالجها. لماذا؟ لانه انا كي تقول لي كي نجي نقول لك انا باغي مثلا نقول لك نطلع لك مثلا الاجر تاع العامل الى 9000 دولار، ولا نقول لك البي بي يعني الناتج الداخلي الخام نطلعه 450، ولا لك هذه ارقام مؤشرات اقتصاديه مهمه جدا في الدول. الناس العالم كله الان كيفاش يقيم الدول؟ يقيموا بالبي بي ولا لا؟ شحال يخلص المواطن الجزائري وشحال الجزائر في البي بي تاعها في العام تاعها شحال؟ يعني كاين حاجات احنا اليوم قلنا صندوق النقد الدولي حاجه، قلنا البنك العالمي حاجه، قلنا محافظ بنك الجزائر حاجه، قلنا رئيس الحكومه. خليني نسمع المبرر من عندك. خليني نكمل. لا خليني نكمل. هو اخذ وقته. هو لابد على هذه النقطه تكلمت عن شيء معين. خلينا تفضل. اذا بنينا احنا ماناش هكا جايين هوات، احنا في السياسه باغيين ندخلوا انتخابات رئاسيه الور امور كامله. بالعكس حتى في الدول المتقدمه الناس على يقولوا دول متقدمه ولكن يتنافسون على كيف يمكن ان نحل الازمات والمشكلات الموجوده في المجتمع. هل انت تقول لي الان ما كاش ازمه سكن في الجزائر؟ كاين جهود، بصح كاين ازمه سكن كشفها السيت تاع عدل، 1,500,000 واحد طالب سكن، حاجه هذه موجوده. عندك ازمه صحيه، الناس مازال لحد الان عندها مشكله يعني في استقبال في 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 الاخر، بالرغم من ان كاين منشات. الان عندك جامعه جزائريه مرتبه في في في, في ذيل الترتيب، عندك يعني مدركات الفساد يعني مؤشرات موجوده، عندنا عديد الحاجات اللي لابد ان نتعاون على اننا نقدم فيها حلول. ما لازمش نديروا تسقيف سياسي ولا تسقيف تنموي ولا نقصوا من التطلعات تاعنا، هذا امر مهم جدا. ولذلك فهنالك مبرر كبير جدا لان الانسان يتنافس. اثنين، عندما الان احنا ننقد الحصيله، نعم ننقد الحصيله لانه الحصيله الان ما تزال الى اليوم عندنا ازمات كثيره يعيشها المواطن الجزائري. المواطن الجزائري عنده مشكله في القدره الشرائيه.
عنده مشكلة في الأجور ويطالبون اليوم. اليوم المواطن الجزائري عنده مشاكل صحية، المواطن الجزائري اليوم عنده مشكلة تقاعد، المشكل الجزائري عنده في التقاعد النسبي. هذا عندهم حلول في كله طبعا. هذا الذي هذا الذي نتنافس عليه، كيفاش يمكن أنني مثلا الآن في برنامج فرصة عندي حل إشكالية التقاعد هذه اللي مازالت إلى اليوم ما تحلتش. اليوم عندك في الجامعة، الآن في الجامعة الآن طلبة يتخرجون صح، احنا ماذا بينا نثبتوا المنحة تاع البطالة، بس احنا ماذا بيا اللي قرا في الجامعة يخرج يلقى بوست هذه وحدة انا اثبتها واطورها. ما يبقاش هذا مسكين يخرج في الجامعة بالجيوش تخرج من الجامعة ومن بعد كاين يا معليش كان في فترة الاولى عام عامين ثلاث سنين اربع سنين سنثبت هذه المنح كلها المنح الاجتماعية في برنامجنا نحن، ولكن نطورها باش هذا الجزائري البطال هذا اللي هو بطال ما يبقاش حتى الشيخ اخا بطال. بمعنى انه لابد من تنمية. كيف تطورها؟ نطورها بهذه الرؤية اللي رانا جايين بها. نطورها الآن عندك 11 قطاع اقتصادي في البلد. راكد البي بي الناتج الداخلي الخام للجزائر يمشي بثلاث قطاعات فقط. خليني اسمح لي حالة عجز كبيرة وكبيرة جدا في استثمار. خليني نكمل في القدرات تاع الجزائر. كي نقولوا 450 والله ما حلم، والله إلا طموح قليل. بلاد بالكفاءات اللي عندها البشرية، بالكفاءات والقدرات الطبيعية باللي حباها بها الله سبحانه وتعالى، تقدر حسب الخبرة الأخيرة في آخر دراسات تقدر تمشي إلى 700 مليار دولار كبي بي. شكرا. خلينا ما نسقفوش الطموحات تاعنا، وخلينا كمرشحين في الانتخابات الرئاسية نطرح ولا نسقف وقال والله هذا مكاين والناس هراهية. وش معناتها؟ وش معناتها؟ هذه يقول لها أن خلال لا أن يدعو الى مرشحيه بالبرامج، ولكن ما تقولش وهذا الناس هذو من اللي راهم في الشعب هذا علاش رانا رايحين ليهم مالا. سفير طيفور راه يقول لكم باللي انتم ما عندكمش رؤيه. هو في كرة القدم يقول لك المتفرج بطل. لما يدخل التيرا ما يوليش ما يلعب، ما يقدرش يلعب لان التيرا صعبه. انا اعتقادي بان الرؤيه موجوده والاستراتيجيه موجوده. هناك سر هذه ليست سرها، نحن يقولوا لنا عليها، انا نعطيها لك، نقول لك عليها ميدانيا وامام المجاهد. لا تفضل اعطينا رؤيه. اولا البنيه التحتيه. لا يوجد اي مسؤول سابق وفر البنيه التحتيه التي هي الشرط الاساسي لاي نهضه صناعيه. السكه الحديديه، الطرقات، الموانئ، الامن الغذائي وغيرها من الاشياء التي هي اساس لأي مشروع تنموي. هذه إنجازات الجزائر المستقلة مش مليون. لا 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 لا، نتكلم لك بالسكة الحديدية سوف مشروع انتحى انطلق وسوف يصل إلى أدرار إلى تمراست وإلى الطرقات، سوف تتجه من الشمال إلى نيجر إلى مالي إلى تمراست إلى أدرار. هذه بنية تحتية أساسية. البنية الأخرى الأمن الغذائي، لأول مرة في تاريخ الجزائر يكون عندها الجزائر اكتفاء ذاتي في الأمن الغذائي بل تصدر. هذه استراتيجية. الجانب الصحي، الجانب الصحي الآن موجود فيه مشاريع جاهزة نفذت، وأقول هذا مع أن المرشح الحر الرئيس عبد المجيد تبون في الفترة نتاعو مارس مهمته كرئيس لهذه البنية وهذه الاستراتيجية خلال أقل من 3 سنوات، لأن كما قلنا كورونا. الجانب الآخر الأرواتب. كثير من الناس يقول لك منحة البطالة لا يمكن لنا أن يبقى البطال بطال. هل يعرف المشاهد بأن الأغلبية الساحقة من منحة البطالة أصل لهم مناصب الآن في مختلف القطاعات؟ شغلتهم؟ نعم، وفرتوا مناصب شغل؟ أنا اعتقادي تمنيت لو وزير العمل والشؤون الاجتماعية يعطينا الإحصائيات. ما عنديش إحصائيات، لكن أني عارف أن 80% من الذين تم اعطائهم تحولوا إلى سواء في إطار وظيفة أو في إطار أن الشاب دخل في مشاريع مشاريع صغرى إلى آخره. الحاجة الأخرى التقاعد. هذا الملف لم يلمسه أي مرشح أو أي رئيس سابق ما عدا الرئيس عبد المجيد تبون كرئيس. مثل تقاعد معقد جدا لم يتم تجديده في العهد السابقة، وعالجه وبحكمة المرشح الحر والرئيس عبد المجيد تبون. والآن المتقاعدين بأي تعبير راح يقول لك نحن فعلا حققنا المكاسب. السكة الاجتماعي طبيعيا
ان كل سنه عندك نسبه نمو من السكان، وبالتالي هذا نسبه الطلب على السكن تتزايد لاسباب طبيعيه وليست لفشل سياسي، لان في كل عام عندك 500 600 الف شاب او 700 الف شاب ينجا وبالتالي يطلب السكن. اذا الموضوع طلب السكن هذا موضوع، لكن لا توجد دوله في العالم توفر السكن بمختلف صياغه بالطريقه الموجوده في الجزائر. الجانب الاخر، الاستاذ ممثل جبهة القوى الاشتراكية يقول لك بأن البترول هو الذي، هل تعرفون أن في الاتحاد الأوروبي كنا نستورد، كنا نتعامل مع الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40 مليار دولار سنويا، الآن فيه 14 مليار دولار سنويا. لماذا؟ لأن السياسة الجزائرية أصبح لها المنتوج الذي يتم في الجزائر لا يستورد، وتمنيت لوزير التجارة معنا هنا يعطيك الإحصائيات الرسمية، ولكن نعطيك الدليل أن الأوروبيين ينتقدون الجزائر بسبب أنها لا تستورد وخفضت نسبة الاستيراد من أوروبا بنسبة 70%. هذا هذه سياسة ترشيدية واستراتيجية للتوجه الاقتصادي. إذن اعتقادي أن الاستراتيجية موجودة، استراتيجية موجودة سواء في جانبها السياسي اللي هو تأطير الفعل السياسي، أو في جانبها الاقتصادي التنمية المستدامة لا يمكن أن تكون إلا ببنية تحتية، البنية التحتية جاهزة ولا واحد ينكر ذلك، أو في جانبها الاجتماعي لأنه لا يمكن أن تكون أن تقوم بحلول إلا باستقرار. الاستقرار شنو هو؟ هو السكن، هو الوظيفة، هو العمل، هو الشركات الناشئة هذه اللي هي موجودة في الجزائر. هذه الشركة معظمها شباب، معظمها في 30 ثانية. نعم. سي فاروق طيفور كان يسود في الوضع ولا راهو كلامه صحيح؟ أنا لا أقول بدون رؤية لحد الآن، ما تتوسم حاجة بالأرقام ولا بالسنوات، كلنا ما أعطيته ولا رقم ولا سنة، ما قلت حتى ل 2020 ل 2050. انا نصنفها في الطموح ولا نصنفها في غير ذلك. نعم خلينا نعود الآن. اللي ما يعرفوش المشاهد يا أستاذ تفضل، أن لأول مرة في تاريخ الجزائر أن موارد باطنية تم تفعيلها وكانت أبوندوني لعقود من الزمن، مثل غارج ميلات، مثل الفوسفات في الشرق الجزائري، وعدة كانت مهمشة. هذه تدخل في إطار استراتيجية الجزائر أنها تستغل هذه الإمكانيات للتنمية المستدامة في الصناعة والنهضة الصناعية والتكنولوجيا. الجانب الآخر، كم عندنا عشرات بل عشرات العقود دخلوا لنا عقود دخل من الزمن. شوفوا غالب دخل عن الطاقة الشمسية، يمكنك تدخل عقود من الزمن، نتكلم عن الطاقة الشمسية. نعم. ولكن الطاقة الشمسية لأول تأخذ مجالها، وبعد ربما شهور معينة سوف يجد أن الجزائر تصبح تصدر الطاقة الشمسية. خليني حتى لا تحتكر. نعم. الكلمة سي اسماعيل دبش، سي بيكريف موسى عن حزب الأفافاس، تكلم الطرفان عن الأهمية أو المحور العريض هو المواطن والتنمية. اليوم في حزب الأفافاس كيف تنظرون إلى التنمية في ظل مقومات التي تزخر بها الجزائر اليوم؟ قبل أن أرد على السؤال حبيت برك نقول في تعريف الاستراتيجية، كي نقول عندنا استراتيجية، أنا يعني أستاذ في 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 الاستراتيجية في المانجمنت في الجامعة، نعرف لابد أن يكون هناك تشخيص استراتيجي، والتشخيص الاستراتيجي يبني على الإحصائيات. ولكن الزميل عندما يقول تمنيت لو كان الوزير أعطاني إحصائيات، تمنيت لو كان أعطانا، معناه ما عندناش إحصائيات. أنا أعطيتك إحصائيات، ما عندناش إحصائيات. وإذا كان تقول لا 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 سامحني والله احتراما، لا 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 ما تتكذبني، لا انا ما اقول هذا، قلت بالحرف الواحد الاحصائيات، ان الاحصائيات الجاهزه ان الاغلبيه الساحقه من البطالين يذهبون للشركات الناشئه وللعمل، وتمنيت انا وزير القطاع يعطينا هذه الدلائل القائمه بالارقام. اسمع انت تمثلوا وما عطالكش. نعم خلينا نرجعوا نعيد الكلمه الى سي موسى تفضل. عندنا إشكالية كبيرة في الإحصائيات في بلادنا، عندنا كبيرة في دقة الإحصائيات، وأنا نتحداكم حتى هذه يعني حتى في ظل التوجه الجديد للرقمنة، حتى في ظل التوجه الجديد للرقمنة، عدد الستارت اب اللي غاديين راهم يديروها في الجريدة، وقال لك عندنا في جامعة فلاميتين ستارت اب وهذاك، نتحداك تعطيني ثلاثة ولا أربعة صحيح ستارت اب صح والمنتوج تاعو يعني في السوق. ونحن نتطلع حتى في هذه
الارقام؟ اللي عندنا انت تشكك في هذه الارقام؟ شوف هل تشكك في هذه الارقام؟ ماشي نشكك 100% غير موجوده؟ 100% نعطي لك هذا انه يجهل تماما. لا 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 ما نخليكش تقول لي يجهل باسكو شوف انا الثاني استاذ اللي دار كما يقول لا ميزون دونتربرونيا اون الجيري سي لا دوزيام كي ايتي كري او نيفو ناسيونال وانا خدمتها 12 سنه فربما من بين خبراء القلال اللي يهضروا على الستارت اب في 2016 في لي بلاطون تاع لا تيليفزيون دونك نعرف الستارت اب وخدمت عليها وكونت عديد من الخبراء اللي جاوا جايه باش يتعلموا كيفاش يديروا الستارت اب دونك جو كوني. اذا انت مادام كونت وما قدرتش تخرجنا ثلاثه او اربعه ستارت اب في الوطن كيف مات؟ انت تتكلم على انك كونت ثم تتناقض وتقول باللي ثلاثه ولا اربعه بالمستوى الوطني. لو سول بي اللي يقول يقول دون لا ديفينيسيون دو لا ستارت اب بور افوار لو لابل دو ستارت اب يكون عندك 250 عامل هو عندنا الستارت اب مؤسسه ناجئه كيفاش من مؤسسه ناجئه عندها 250 عامل يعني اون كونتراديكسيون سي غراف اون ستارت اب نو با افوار 250 عامل دونك يا ان بروبليم دو ديفينيسيون دو ميتريز دي كونسيبت. دروكا نرجعوا المواطن والتنميه في برنامجكم. شوف احنا المواطن اولا في قلب البرنامج نتاعنا لان المترشح نتاعنا ابن الشعب ويعرف هموم الشعب وكما قلت احنا اعتمدنا على خبراء على تقييم علمي لجميع القضايا عندنا اكثر من 30 يعني حوار و 60 ورقه اين كنا كلها فيه التفصيلات يعني ان دياغنوستيك كما يقول التشخيص ثم لا ميزون بريسبكتيف ابري حنا عندنا مباشر ما نقولوش مثلا نحقوا البطاله نحقوا نرفعوا من التشغيل نقول كيف احنا يعني اتينا كما قال عندكم اليات عمليه خطوات وشوف خطوات يلا اعطينا خطوتين او ثلاث خطوات يسمح المشاهد في برنامجكم تفضل. مثلا نهضر على البطاله هو الاشكاليه كبيره كي تشوف البطاله في بلادنا المشكل الكبير عندنا هو ان حتى يعني كما التكوين هو تلمون التكوين يكون مركزي ما ديرناش تكوينات حسب التخصصات يعني الجغرافيه والاقتصاديه للمناطق. احنا كما قلت نو زافون انوفي دون لو كونسيبت لي باسان دومبلوا عندنا التخطيط باش نديروا نقسموا هذه الجزائر بالنسبه لمناطق اقتصاديه كبرى تضم عدة ولايات حسب يعني إقليمية عدة ولايات تدخل في إقليم واحد حسب التخصص الجغرافي وحسب التخصص الاقتصادي والجيوسياسي نتاع المنطقة ثم حتى التكوين في الجامعة وحتى التكوين لا فورماسيون بروفيسيونيل لابد أن يكون حسب التخصص هذيك ما نقدروش نخصوا باغ اكزومبل نكونوا حنا دروكا الإشكالية تاع أخواننا تاع الصحراء كل مره داروا اضرابات يقول لك ما راهمش نخدموا في سوناطراك تما علاه باسكو لا فورماسيون نتاع لي ميتي نتاع لي زدور الكربي راهي في النور دونك لي يستافدوا اكثر هما نتاع النور نتاع الشمال سي نورمال هذاك لو ديريكتور تاع تما نتاع السود ما يقدرش يدخل الناس من تما اللي ما عندهمش تخصص دونك حنا نقولوا لازم هذه كيما نقول المؤسسات نتاع التكوين تكون في المناطق وين فيها كما يقول الثروه يعني موجوده متخصصة. الان لا لا موجوده الان لا. موجوده الان دكتور ما تقدرش تنفي كل شيء اللي بيتي اولد ريكارد ما تقدرش تنفي كل شيء موجوده الان ما هو الجيزمون راه في السود دونك باش نقول لك حنا شوف دونك عندنا النظره كما هذه دونك اون فا فير اون كارتيغرافي يعني التخطيط باش نشوفوا ما هي الملاكين اللي ممكن فيها نخلقوا المناصب وهناك ايضا خمنا على كما نقول تحفيزات للمؤسسات باش تخلق المناصب بور لي بوستي باش يستثمروا اكثر خاطر حنا تعطي المنحه نقدر نفهم بلي المنحه هذيك يعني يكون الشاب لابد ان يكون كما يقول يفوار سا ليبرتي بارابور بارون اكسيتيرا ولكن نعطيك في الجامعه الكثير من الطلبه نتاعنا في الماستر دو تخلوا على الماستر دو راحوا سجلوا ارواحهم باش الماستر دو ايزون بوتي باش ياخذوا هذيك المنحه منحه البطاله باسكو المنحه البطاله واللي يخدم خدام ما يديهاش دم راح خدام يولي يقول لك انا ما نخدمش نقول في البطاله دونك هذا كيلكو بار سي دونجورو دونك اون فا فير دي ان بي اسيستي دونك il faut trouver d'autres mécanismes عندنا je vous invite كاع المواطنين يروح البرنامج تاعنا اللي خرجناه
فيها 38 نقطة بكل يعني تفاصيل باش نخلقوا مناصب الشغل عوض ما نخليه يعني بطل ونعطيه مناصب الشغل. خلينا نعود إلى المحور الذي بقي معنا في خلال النقاش لأن وقت البرنامج راه يمشي. دكتور فاروق طيفور تأثرت نقطة خرجتنا بعيدا على المحور الذي خصصنا له. هذا هو المهم، هذا هو المهم، لأن المواطن يشوف الأحزاب في الترشحات والمرشحين يحوش يعرفوا شو يقدموا له من كل النقاش في برامج المترشحين مهم دكتور طيفور. طبعا الانتخابات الرئاسية هذه المرة جاءت في ظل استقطاب دولي رهيب، وضع جيوسياسي مختلف نوعا ما، سياق الدولي لهذه الانتخابات الرئاسية اليوم، لأنه خاصة أنه نجاحها هو نجاح للجزائر في ذاته. بدون أدنى شك أن الانتخابات الرئاسية اليوم في الجزائر جاية في ظل تحولات كبيرة جدا. عندك المعلن المنصب الأول في البلاد، ولذلك فكاين واحد الحاجات اللي لازمنا نعرفوها بالخف سريعا، لانه راح يروح الوقت. علاه سمينا فرصه احنا؟ مانيش باغيين نضيعوا الفرص، والله مانيش باغيين نضيعوا، لانه كثير من الفرص ضاعت اقتصاديه وسياسيه ودبلوماسيه وكذا على هذا البلاد، نظرا لانه ما كانش عندنا رؤيه. باش ما نختلفوش نعاودوا نرجعوا للوري، يبدو اننا مختلفين في التعريف يعني. باش ما نختلفش مع الاستاذ بزاف، باللي يودي لحد الان للاسف الشديد ما زلنا الى اليوم حتى الرؤيه البرة ربما هي افضل من 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 الداخل. إذن على لماذا؟ لماذا؟ انت تتكلم عن الداخل معنى الوحده الوطنيه. التحول على ماذا؟ يجب ان يرتكز المترشحون الثلاث من اجل هذه الوحده الوطنيه. الوحده الوطنيه لابد ان ننظر اليها في ابعادها المختلفه. اولا ان التنوع الثقافي واللغوي في بلاد فرصه ماشي تهديد. لازم نبدلوا يعني الطريقه. حتى الفئات الشباب فرصة ماشي تهديد، لأنه الرؤية تختلف كي نبدأ نشوفوا باللي فرصة نوريلو نعلمو نقريه نقولو شريك في التنمية، لأنه النهضات والأم قامت كاع له فرق بين أن نشوفوا مشكلة لازم نعطيلو هذه غدوة نسكتوا بهذه غدوة كذا، فرق بين أنني نشوفوا فرصة لازم أتيح له نفتح له الأبواب باش يشتغل باش يخدم باش يروح بعيد باش يبتكر باش كذا باش كذا. هذه هي القضية، هذه وحدة مهمة. علاه؟ لأن البعد الداخلي تقوية الدولة تقوية التماسك تاع المجتمع، هذا المجتمع نسمعوا له نصنعوا احنا كسياسيين اللي في نهاية المطاف يعني هو ينتظر منا اننا هو في نهاية المطاف مسكين راه يشوف عنده صوت فقط يروح يحطه هذاك النهار ويعاود يرجع. يا اما انه من بعد يولي يشكر يقول ما شاء الله هذو ناس قالوا لنا هضره وما كذبوش علينا وراهم يخدموا، يا اما يسبنا خمس سنين وخد اخرى. لذلك فهذا البعد مهم جدا، هو تقوية الجبهة الداخلية ليس فقط على المستوى السياسي بالمعنى انه رانا مع بعض، لا، حتى في تقوية يعني المناعة الاجتماعية، تقوية الجوانب الاقتصادية، ولازم نخرجوا ماناش نهضروا بلغة ضيقة حزبية، لا، نخرجوا من هذول يعني الاختزال، قال والله رانا ملاح، لا 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 لا، مادام كاين عندنا مشكلة تاع بطاطا عند الناس، مادام عندنا مشكلة تاع الناس كيفاش تعيد، مادام عندنا قدرة شرائية منهارة، مادام عندنا دينار والعملة أجل الحل مادام عندنا دينار ما يتهاوى، مادام العملات الأخرى كاملة مليحة هو قاعد اللوري ولذلك القدرة الشرائية تاعنا ضعيفة والأسعار تاعنا مرتفعة، مادام عندنا أزمات مختلفة الجزائرية ويعيشها، احنا نجيو نهضروا هنا قادرين نزينوا الكلام، بصح هو راه يعيش اشكالات كبيره جدا موجوده الان. مش هذا معناها لانه الرئيس اللي فات قال ما خدمش ولا خدم ولا في دقيقه بروبلام سيكو مازال موجوده، لازم نبحثوا على الحلول. اذا على ماذا التركيز في دقيقه دكتور؟ كيفاش التركيز؟ على ماذا التركيز؟ على اجل الوحده الوطنيه. من اجل الوحده الوطنيه اولا اننا يكون كاين بلاد كيما رانا هنا عندنا فكره مركزيه نظلوا من اجلها كمان كيما يديروا كاع الدول، وحنا الاحزاب والمترشحين يتنافسوا على كيف يصلون الى هذا البلد. احنا درنا الفكره، اقترحنا فكره ونناقشها مع الجميع. الجزائر صاعده اون باي ايمرجون، كيفاش يكون على مستوى النمو، كيفاش يكون على مستوى السياسي الخارجي الاقتصادي، نناقشوها مع الناس ونجو كاملين هذه الرؤيه اللي نحوسوا عليها احنا باش كل الناس تنخرط وما يولوش حابين يروحوا الى دول عندهم رؤى. علاش شبابنا؟ لانه الطموح تاعو مغتال هنا، مش شايف روحه هنا، مش صايب روحه هنا في البلاد. اطباء الان دايرين جرين كارت حابين يروحوا هم مختصين، احنا نكونوا على في مدى منظور تاع 23 سنه 24 سنه 50 سنه باش الدول المتحده
يديه المانيا بيديه كذا ونورمال، ومن بعد نقول له في نهايه المطاف وانا ما نسقملوش الاجواء لهنا، ما نخليلوش البيئه لهنا اللي يبدع فيها ويتقدم فيها، ونحسن له الاجور تاعو ونحسن له الظروف الاجتماعيه اللي يعيش فيها، ومن بعد نقول له ندير له قانون نقول له ممنوع انك تروح تكاشي الشهاده تاعك في وزاره الخارجيه باش ما تخرجش. ماشي هكذا، ما تتعالج الامور هكذا، تعالج بصناعه بيئه جديده من خلال هذو لي بروغرام. نعم. اسمح لي، من خلال هذو لي بروغرام اللي رانا. لذلك حتى في كندا في الدول الكبرى الشونجمون مطلوب كل يوم. شكرا لك يا فاروق طيفور. التغيير مطلوب كل يوم. بوكريف موسى الافضل، التغيير الى الافضل بالسياسات بكل شيء مطلوب. كل هذا هو، هذا هو التغيير الاحسن دائما مطلوب صراحه في نقد ذاتنا والذهاب الى المستقبل هو الصح. ما نكذبوش على 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 بعضنا بعض. او كاين ازمات نشاركوا معا جميعا باش نحلوها من خلال لي بروغرام تاعنا، والشعب دائما هو السيد وصاحب القرار ماشي وحده اخر. هذه مهمه جدا حتى الناس كي يجوا للانتخابات. ماناش باغيين نرجعوا الى انتخابات ما يروحش ليها الشعب، لانه حنايا رانا نقولوا له باللي راهي راك بتقول باللي راح يروح الشعب بناء على تقييم المرحله الاسبوع الاول من حمل الانتخابات. راك تقول باللي راح يروح الشعب. موسى بوكريف، دائما نعود الى الوحده الوطنيه ومواقف الجزائر الدوليه، هذا قاسم مشترك بين المترشحين الثلاث من خلال خطاباتهم. الجزائر قبل ايام، حتى في سؤالي، الجزائر قبل ايام سحبت السفير الجزائري بفرنسا نتيجه للموقف الفرنسي تجاه قضيه الصحراء الغربيه. ايضا قبل ايام المترشح الحر عبد المجيد تبون تكلم على الموقف الثابت للجزائر في نصره القضيه الفلسطينيه. اذا في برنامج او في حزب الافافاس، كيف تنظرون إلى تقوية اللحمة الداخلية والحفاظ على المكتسبات الخارجية للجزائر؟ أظن أنه لا يختلف جزائريان، ما كانش جوج يختلفوا على ضرورة يعني تقوية الدبها الداخلية، وضرورة أن يكون لدينا صوت واحد. يمكن أن نختلف في الداخل حسب يعني كما كل طرق سيدي زابروش كما يقولوا، طريقة كل واحد منا، كل حزب له رؤية كيف يمكن أن يجعل من الجزائر جزائر غد، جزائر راقية. ولكن بما فيما يخص الجبهة الداخلية كلنا في كما قلت في الصف واحد. ولكن نحن في الأفافاس نرى أن الجبهة الداخلية سوف تكون قوية إذا وصلنا باش نكونوا مواطن واعي، مواطن يدرك كما يقول لي زونجو، مواطن يتشبع بثوابت الوطنيه، يتشبع بالقيام تاع نداء 1 نوفمبر، بارضيه مؤتمر صمام، ويعتز. وهذا يعني مالوريزمون شوفوا في بعض تاع فيسبوك طعنات لكبار لخلقوا يعني كما الرموز الوطنيه، لرموز وطنيه كان سابقا، اليوم غير موجود، اليوم غير موجود، لانه يعني ايضا اصبح هناك قانون يجرم الفعل. لابد يعني مليح كل قانون يحاربوه، ونحن ايضا لابد كلنا ان نحاربه. اذا كيف يروج حزب الافافاس للمواقف مواقف الدبلوماسيه للجزائر، خاصه في القضيه الفلسطينيه مثلا؟ الحزب الافافاس يثمن كل ما هو يؤدي الى تقويه اللحمه، لتقويه كما يقول الجبهه الداخليه. ونحن نرى ان العامل الذي يكون لابد ان يكون هو المدرسه. ويعني لو كان تكون لدينا فرصه يعني نشوف كيف نرى ان المدرسه، لابد ان المدرسه الوطنيه الجزائريه لابد ان تساهم في تكوين الفرد الجزائري المواطن تاع الغد. خطر دروكا، ورغم انه قلنا كمجهودات انت ونحن كلنا يعني ثمره هذه المدرسه، ولكن لابد ان نسعى الى ان تكون مدرسه تكون جيل قادر على التفكير. لان وصلنا يعني في السنوات الاخيره شفنا ان يعني التقييم، اما طرق التقييم وطرق يعني التعليميه هي مبنيه على الحفظ، وهذه ماشي مليحه. نحن نسعى في الافافاس ان تكون مدرسه تكون جيل يفكر على التفكير، وخصوصا طرق التقييميه. وهذا يعني النقطه نختم بها الى احبيتو، باسكو شفنا بان العلوم الاجتماعيه وصلنا بان التقييم يكون فقط على النقطه، والتغييب اللجان البيداغوجيه في التوجيه المدرسي من بريمير مسويام الليسي جاء خلاتنا العلوم الاجتماعيه اللي هي علوم يعني اكسلونس في برايس اخرين يروحوا غير يعني ما عندهمش النقطه المليحه،
ووصلت في الجامعه بين قوسين يعني اونتر بارونتاز سي دي فيليير بوبال، يعني ما يجيبش الباك مليح ما يروح الى يروح مات ما يروحش السيونس يبعث يروح تخصص تقنيه وما يروحش تخصصات الاجتماعي. استاذ اسماعيل دبش، غزة، فلسطين، مواقف الجزائر الدبلوماسية خاصة بعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي عليها تشويش كبير. خليني نعود إلى آخر تصريح لمرشحكم عبد المجيد، المرشح الحر عبد المجيد تبون، حول إمكانية ذهاب الجيش الجزائري لإنشاء مستشفيات ميدانية بغزة، معناها تشويش كبير. تشويش كبير لماذا؟ أولا الجيش الوطني الشعبي هو جيش الشعب الجزائري، والشعب الجزائري أولوياته هي فلسطين، والآن معاناة لسكان غزة أولوية القصوى هي بناء المستشفيات، وبالتالي الرئيس يريد أن يعطي الأولوية القصوى لبناء المستشفيات التي دمر فيها المجرم الإجرام الكيان الصهيوني الإنسان الفلسطيني الإنسان غزة، وبالتالي هذا ما أراده الرئيس وسوف ينفذه أعرف. لكن الشيء اللي نقوله أن السياسة الجزائرية الدولية بصفة عامة أعطيك نموذج فقط، هل يعقل أن ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أو ممثل روسيا يتجرأ ويقول ارجعوا الجزائر؟ الجزائر الدبلوماسية الجزائرية أصبحت في واجهة الفعل الدولي القائم على العدالة، على هي المقومات اللي رجعتها، ما هي المقومات اللي خلت من المواقف الجزائرية بإلحاح والتعبئة الجزائرية للمجتمع الدولي داخل الأمم المتحدة وخارجها حول القضايا التي تهم جميع الدول. الدول سابقا كانت شبه نائمة أو مهتزة وليس لها الإرادة السياسية القوية لمواجهة هذا المس وهذه الانحرافات عن الشرعية الدولية. الجزائر بعضويتها في مجلس الأمن، أنا لا أستعمل كلمة عضوي غير دائم، الجزائر عضو بمجلس الأمن لمدة سنتين ونقطة فوق سوستر، الباقي هناك أعضاء لهم الحق الفيتو. إذا أنا اعتقادي بأن الجزائر الآن عمل قيمي، عمل موجه نحو القضايا الأساسية الإنسانية، التف وراءها حتى الدول التي كانت تراهن على الكيان الصهيوني، وجدنا حتى دول مثل إسبانيا، إسبانيا الآن هي لها مواقف أقل سلبية بالمقارنة مع عدة دول أوروبية في اتجاه القضية الفلسطينية. موضوع التنمية، موضوع النهضة الشاملة للجميع، موضوع طرحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الأمم المتحدة، التنمية الشاملة للجميع أصبحت ترافع عينه جميع الدول. إذا لماذا هذا التشويش؟ ما جاوبتنيش. اعتقادي أن عندما تكون قوي في الطرح تجد الانتقاد، الناس ينتقدون الضعيف ينتقدون القوي، طرح الجزائر قوي ومس الجميع وحرك شعور الأمة الإسلامية، حرك شعور الدول الإسلامية، حرك شعوب العالم حول القضية الإنسانية في فلسطين، ويريد أن يوجه الرأي العام العالمي الدولي للاهتمام بها بالإنسان الفلسطيني الذي يعاني الدمار، الذي يعاني الجرائم التي المسكوت عنها من طرف دول تدعي الديمقراطية. هذا ما يقصده الرئيس الجزائري وهذا ما سيفعله في العهدة. ونختم كلامي نقول إذا كان الرئيس الجزائري في خلال أقل من 3 سنوات استطاع أن يحقق هذه المكاسب سواء داخليا أو دوليا، فكيف نتوقعه في عهدة ثانية؟ شكرا لك أستاذ إسماعيل دبش، ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني. شكرا موصول لك سي بوكريف موسى عن حزب الأفافاس. الشكر موصول لك دكتور فاروق طيفور عن حركة مجتمع السلم. والشكر الكبير لكم أنتم أوفياء قناة البلاد في كل مكان. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا العدد من استوديو رئاسيات 2024، عدد هادئ صريح. إلى موعد آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه. سلام.